بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم على البيز لاين. البيز لاين او ترجمته خط الاساس هو عبارة عن الجدول الزمني اللي انا المفروض اتبعه او امشي عليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو الخطة بتاعتي. لو انا دلوقتي عندي جدول زمني وبدأت ان انا ادخل نسب الانجاز اللي موجودة في البنود وادخل كل بند بدأ امتى وانتهى امتى، انا محتاج ان انا اقارن الجدول ده او عمليه البروجريس دي، محتاج ان انا اقارنها بالجدول الزمني الرئيسي اللي اتفقنا عليه اللي هو كان هو البدايه اللي هو المستهدف بالنسبه لي. فده بيسمى البيز لاين. زمان كان بيسمى تارجت او اللي هو المستهدف، بعد كده بقى يسمى في البريمافيرا ببيز لاين او خط الاساس اللي هو المفروض ان انا امشي عليه. ايه هي التواريخ والمواعيد والأزمنة اللي المفروض إن أنا أنفذ طبقاً ليها. طيب نبدأ الأول نتعرف على إزاي نعمل البيز لاين. في المعتاد إن أنا لما بعمل الجدول الزمني بتاعي قبل ما أبدأ أعمل بروجرس عليه باخد نسخة منه وأقول له خلي لي النسخة دي إن هي تبقى البيز لاين بتاعي. بيتم ده إزاي؟ بيتم من إن أنا بفتح قائمة بروجكت واختار منها مينتين بيز لاين. مينتين بيز لاين معناها الابقاء او المحافظه على خط الاساس او البيز لاين. بيفتح معايا الدايلوج بوكس ده، بقوم جاي دايس على زرار اد، بيظهر دايلوج بوكس ويقول لي اد نيو بيز لاين، هل انت عايز تاخد كوبي سيف ا كوبي اوف ذا كارنت بروجكت از ا نيو بيز لاين، اخد كوبي من الكارنت بروجكت ان هو يبقى البيز لاين الجديد بتاعي، ولا الاختيار الثاني كونفرت انذر بروجكت تو ا نيو بيز لاين تو ذا كارنت بروجكت، احول برنامج ثاني زمني لان هو يبقى البيز لاين للمشروع ده. فطبعا احنا طالما فاتحين نفس البرنامج فاختار سيف ا كوبي اوف ذا كارنت بروجكت از ا نيو بيز لاين وهقول له اوكي. هلاقيه قاعد بيعمل نسخة من البرنامج اللي موجود وحفظها باسم Sunflower Villa P1 أو B1. ممكن أنا أغير اسمها وأسميها مثلا Initial Plan مثلا أو Initial Baseline زي ما أنا عايز بقى. طيب وبيديني برضو بعض المعلومات عليها Baseline Type وفي بعض الأنواع، يعني مش تفرق حاجة على إجراء البيز لاين نفسه. فأقول له Initial Planning Baseline. الداتا ديت بتاعها هو 1 أغسطس اللي هو اتعمل ران بي للبرنامج نفسه، ولاست أبديت ديت واتعمل امتى آخر أبديت دوت كان 10 أغسطس. وهبدأ أقول له Close. كده هو اخد نسخة من البرنامج اللي كان موجود واحتفظ بيها كريفرنس او كخط اساس، بس هو حتى الان لسه لم يتم عملية الربط، هو خد النسخة بس. عشان تتم عملية الربط ببدأ اروح برضو لقائمة بروجكت وهلاقي assign baseline. assign يعني تخصيص، ان انا ابدأ اخصص البيزلاين. هلاقيه فاتح المشروع اللي انا واقف فيه، بيقولي المشروع Sunflower Villa هو ده البروجكت، والبروجكت بيز لاين لسه مفيش، واليوزر بيز لاين لسه مفيش، ومستنيني ان انا ابدا اخصص. فهيجي عند بروجكت بيز لاين وهفتح القائمه، هلاقي هو بيز لاين وحيد اللي موجود اللي احنا عملناه من شويه، عملنا له منتين، واختاره ان هو يبقى هو ده البيز لاين بتاع المشروع وهقول له اوكي. كده هو اعتبر جوه المشروع ده ان البيز لاين بتاعه هو البيز لاين اللي احنا عملنا له منتين من شويه. البرنامج بيديني إمكانية إن أنا ممكن أعمل أكتر من بيز لاين، وأقدر برضو أخصص أكتر من بيز لاين. يعني في أي فترة من الفترات ممكن يكون عندي بيز لاين الرئيسي، وده يفضل إن هو يبقى واحد طبعا اللي هو البيز لاين الجدول الزمني اللي أنا عديته في الأول. ممكن في فترة من الفترات أبدأ أقول لأ أنا محتاج إن أنا يبقى عندي بيز لاين جديد هو اللي هقارن بيه نتيجة أي تغيير معين، فأبدأ أقول إن البيز لاين الجديد انا هعمل له برضو منتين وهيبقى بيز لاين جديد، وهبدا ان انا اعمل له اساين. فالبرنامج بيديني امكانيه ان انا ممكن اعمل اد دلوقتي، لو عملتها طبعا هيطلع نفس الدايلوج بوكس،
انا ممكن اعملها بعد فترة معينة من المشروع لما يكون حصل بروجرس بنسب معينة ويكون في تغيير معين او في حاجة في السكوب اختلفت، فابدأ اعمل مثلا بيز لاين جديد واسيفه من المشروع وقتها بقى بالوضع الجديد، ويبقى عندي ساعتها اكتر من بيز لاين، وهروح ساعتها اعمل عملية الاساين. اثناء التخصيص انا ممكن اخصص اكتر من بيز لاين، بيز لاين الرئيسي اللي هو البروجكت بيز لاين، او اكتر من بيز لاين اللي هو البرايمري السكندري والبيز لاين الثالث، بحيث ان انا ساعتها ممكن اقارن البروجرس بتاعي بكل بيز لاين منهم على السواء على حسب انا عايز ايه، بحيث ان انا ممكن عايز اقارن بالبيز لاين القديم وبالبيز لاين المقترح، فتطلع الفاريانس هنا كام والفاريانس هنا كام، او انا مختلف قد ايه عن البيز لاين الرئيسي ومختلف قد ايه عن البيز لاين السكندري اللي عملنا عليه تعديل معين. قد يكون التعديل ده لتغيير في السكوب او تغيير في فكرة ان انا عايز اعمل سيناريو معين ك what if analysis او تحليل، مثلا ماذا لو انا غيرت في حاجة معينة هيكون الشكل عامل ازاي، لو انا زودت في مدد معينة لبعض الانشطة، او لو انا قللت في resources او زودت في resources هتأثر ايه على مدة المشروع وهكذا، فساعتها ممكن اعمل سيناريو معين وابدأ ان انا برضو اشتغل على المقارنة بيه. الدايلوج بوكس ده كنا اتعرفنا عليه لما اتكلمنا على الفورمات بتاع البارز، كان فيه هنا برايمري بيز لاين وقبليها بروجكت، احنا عايزين بروجكت هو ده اللي عملنا له اساين، هبدا اقول له اظهر لي كمان البروجكت بيز لاين، وهو طبعا حاطط الشكل ده وقلنا الالوان دي ستاندرد يفضل ان انا ما اغيرش فيها، وحاطط ثيكنس معين، طبعا لو غيرت مفيش مشكله بس عشان هي متعارف عليها، وهبدأ أقول له أوكي، هلاقي إن مع كل بار بقى فيه إيه جزء لونه أحمر وجزء لونه أصفر، ده بالنسبة للكريتيكال، والنون كريتيكال هلاقي أهو أخضر وتحتيه أصفر، الجزء الأصفر اللي تحتيه هو ده البيز لاين. لو أنا أثناء البروجرس بدأ زي ما هنشوف في الفيديو اللي بعد كده بدأ إن بعض الأنشطة تتحرك وأقول إن الستارت بتاعتها كانت مختلفة، هيبان ساعتها بقى عندي إيه إن ده غير ده، إن البيز لاين بقى غير الأكشوال بتاعي، فهقدر ساعتها أعرف إن كان المفروض أبدأ النشاط من هنا لهنا لكن الفعلي مثلا بدأ من هنا لهنا وهكذا، أو إن أنا الاختلاف أو الانحراف عندي كان قد إيه زي ما هنشوف في الفيديو بتاع البروجريس.